موطني موطني. قبل ما نبدأ الفيديو يا أصدقائي، لا تنسوا تعبروا لي محبتكم، تعملوا لي لايك شير سبسكرايب، وتعالوا نبدأ الفيديو. مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير. طمني عليكم، شو عاملين؟ رجعت لكم بفيديو جديد لبل. آخر مرة كنا عاملة باحتياجات بل عشان نخليها مبسوطة، وما كان معنا فلوس، بس بدأنا بالأرينجينج أو بتنسيق الزهور. إيش مالك أنت؟ شوف هذا كان طالع ديت مع وحدة وبحكي لنا إنه كان ديت منيح، أزنخك. طيب خلينا ننام بعدين نشوف السوشيال بني عنا. اه ما بنقدر نشوف السوشيال بني. اوكي هاي عم بتشوف اذا بيتنا ايكو فريندلي ولا لا. روحي ورا البيت، في نباتات عنا في حديقة. صحيت بل معصبة لانه في غبر عنا في البيت، فخلينا نهرب من البيت ومن الغبرة ومن ارانب الغبرة من التعصيب ونروح على البار. مرحبا، كيف حالك؟ ممكن ناكل ايش؟ نطلب اكل على الاغلب كالعادة، لاني دايما 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 بعمل نفس الشغلات. طلبنا فش اند شيبس. انا في هاي العادة بصراحة، انه يعني احيانا بكون مملة، ما بحب اغير، ما بحب اجرب. بعدين سيمز كمان غريبين اكثر مني، يعني ما غلبت حالها هيك تعمل حالها بتحط لنا شوية كيتشب على جنب، او انه على اساس عم تقلي البطاطا طلعت الصحن جاهز وحطت لنا. عم بيحكوا معنا ناس، واحنا اصلا السوشيال عنا مش تمام. احكي احكي معهم، احكي معهم، خلي السوشيال يرتفع. طيب عم نشيك على السوشيال بني. ما في اشي مهم صراحة، رح نعطيهم هيك شوية ردات فعل، بركي ارتفعت نسبة الصداقة بيننا وبين كل الموجودين عنا، سواء كانت كاندي، جوكوين، داريل، سيميون، بيلا. وبعدين بنشوف ايش رح نعمل. على الاغلب اليوم رح نحاول نعمل موسيقى خاصة ببل، ونشوف اذا في منها مردود مادي ولا لا. خلصنا كل الرسائل، وتقريبا بل خلصت اكلها. ضل شوي اكل في صحنها، حنخليها تخلص اكل. ليش مسكينة بل؟ مش تمام. ف خلينا نجرب نعمل موسيقى خاصة فينا، نعزف بركي. اخذنا تبس، اهو اخذنا تبس. شكرا شكرا. ناخذ تبس وبنفس الوقت نصنع موسيقى خاصة فينا وناخذ حقوق الموسيقى لإلنا. بعدني مش عارفة ليش قلت التبس عنا. اوكي راح نوقف موسيقى شوي عشان بل محتاجة تفوت الحمام. يلا روحي على الحمام. احنا قعدنا على فترة كأنه 32 سيموليون كنا ناخد على التب الوحدة، بس مش عارفة ايش هلا عم بصير معها. طيب هي راحت على الحمام، بس البلاتر ما ارتفعت. ارجع ارجع روح على الحمام. في اشي غريب باللعبة، في لاجز ما عم بستوعبها. خلصت بل ومعصبة لانه هي بتحب الاوتدورز، فهي محبوسة بين اربع حيطان فتضايقت. مش مشكلة، سامحينا يا بل، لازم نخلص موسيقتنا بعدين بوعدك نضلنا شوي بالحديقة نعتني فيهم. ايش بدك يا جاكوين؟ هذا الانسان غريب، او هذا السم غريب. ايش دخلنا احنا؟ اختار اللي بدك اياه، اعمل اللي بدك اياه، حياتك وحياتنا. طيب بل زعلانة كتير لانها بدها تحكي مع الناس، بس كتبت عملت اغنية سمعناها الوحدة لانها وحيدة بدها تحكي مع الناس، مش لاقي حدا يحكي معها. بل غريبة عجيبة، شوي زعلانة شوي كونفيدنت. هون عم بيحكوا لنا انه الليفل بالعزف على بيانو صار 6-9، وبنقدر ناخد اللي هو حقوق النشر للموسيقى اللي كتبناها اللي هي الوحدة. ما اعتقد انه في حدا رح يرضى اصلا يتعرف على اغنية اسمها الوحدة او على موسيقى للوحدة. شو الموسيقى الحزينة هي؟
سيمين رح يجي عشان انه نحكي مع بعض نتسلى، ممكن نصير اصدقاء اكتر. طيب خلي بل ترجع تاكل لانها جاعت. هاي اجى سيميان. مرحبا سيميان، كيف حالك؟ تعالوا نحكي معاه نسأله ايش اهتماماته، ايش كمان. الله على الاحترام. تحكي معها عن الأنشطة اللي بتكون في البيت. يا هلا يا هلا. عم بطلب من الشاب عصير او شان شعب، ممكن جاع لما شاف بل عم تاكل غار منها. كيف حالك سيمين؟ شو اخبارك؟ كيف الجو برا؟ احكي لنا. تاكل فشن شيبس؟ رح كنت انا ما بحب الفشن شيبس، عندي حساسية من السمك. اه سلامتك سيمين. الله يسلمك يا بل. خلينا نخلي له يومه أحسن هيك، يعني نواسي إذا زعلان نسأله عن حاله. بحاول أخذ صورة، بركي كانت ثمنيل حلو بس ما عجبتني ولا صورة لهلا. آه صحبتنا مع سيمين عم بتزيد بس شوي شوي، يعني عشان الصحبة القوية. حاسة سيميان أقصر من بل ولا بتهيأ لي؟ صح هو السمزة أصلا فيها أطوال، يعني نقدر إنه نخلي السم طويل أو قصير ما أعتقد. سيميان قلومي ليش؟ لماذا أنت قلومي يا هذا؟ طيب خلينا نسأله عن لونه المفضل لمستر قلومي. وبعدين نسأله عن مهنته. احنا عارف انه هو ساحر بس نسأله اذا عنده مهنة، شو بيعمل بحياته يعني. ما بحب الازرق ومش متوظف. بنست وخلصت اكلها فرح نحكي لسيمين باي ونروح على البيت. خليها تنام مع انها كانت تشتكي انه التخت مش مريح، بس الله يعينك يا بل معلش تحملينا شوي. بيتنا محتاج تنظيف لانه ارنب الغبرة خفوا ملامحه مع انه هو اصلا ما له ملامح. بعد ما صحيت بل خليناها تتني في حالها تروح الحمام، وبعدين رح نقتل ارنب الغبرة ونودي على البريد الموسيقى الحزينة تبعتنا عشان حقوق الملكية. رح يدفعوا لنا فلوس بعد ما ناخد اللايسنس. عم نستنى عبين ما بل تخلص تمسيح الأرض. رح نختار تنسيق زهور حلو، بركي قدرنا كمان نبيع تنسيقات الزهور تبعتنا. ايش بدك انت؟ الديت تبعه ما كانش كويس، بلاش. عم نعمل ورود لونها زهري. ناخد صورة لبل هي مصدومة من الوردة، مش عارفة ليش مصدومة من الوردة. وخلينا نضيف مزهرية على الوردة ونخبيها عنا في الانفنتوري ونعمل واحدة جديدة. أنا بصراحة بالنسبة لبيت بل مش حابة السيسي اللي نزلته، هذا الباب اللي عليه صورة بل. فكاقتراح ممكن إنه نحط الباب تبع ريلم أوف ماجيك، حسيته هيك لأنه في منهم عليه ورد أحمر فممكن يطلع قلبه أو أحلى. بس أنتوا احكوا لي رأيكم يا أصدقائي، حابة أنه نخلي هذا الباب السيسي ولا نختار أشياء هيك غريبة من الباكس اللي عنا. أخذنا 94 سيموليون من الموسيقى اللي ألفناها، وفي عنا يوم الحب فبدنا زينة. ما في زينة فاخترت البوكس هذا تبع اللي بيجي مع الباك تبعت سيزنز، وبدي اشوف ديكوريشنز ايش ممكن نزين البيت. وهاي التنسيقة تبعت الورد راح نحط لها مزهرية ونحطها في الانفنتوري ونعمل واحدة جديدة. الاشياء اللي طلعت لنا من الصندوق تبع الزينة مش اشياء بصراحة ليوم الحب، فما راح استعملها كزينة بصراحة، يعني أرنب وطاقية وورد
ما حبيتهم. هلا بس بدي تخلص رح احاول انه على الاقل احط هيك شبرات على البيت او اضاءة، او نشوف ايش ممكن يطلع لنا زينة حلوة. قال لي حرام كل شوي بتروح بدها تعتني في الحديقة وانا بمنعها. بروح بحكي لها لا روحي اصنعي تنسيقات زهور. معلش اسف يا بل لحقك علي سامحيني. هلا ما خليكي تديري بالك على حديقتك. كأنه ما صار اشي يعني ما في زينة. انت ما قتل دمك ليش اجيت عنا؟ ما بعرف هل انتوا بتضايقوا من انزعاجي من هذا الكائن اللي اسمه جوكوين، ولا انتوا زي منزعجين منه؟ اللي عم تعتني في الحديقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الموسيقى تبعت الايفنتس اللي بتكون موجودة بتخلي الواحد هيك يعني ينفجع، لانه بتكون كتير عالية وبتيجي فجأة، بنكون احنا هيك بتيجي على غفلة انه احنا مشغولين باشي او متضايقين من سيميون فجأة تن 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 تن. خلينا نختار زينة بسيطة ما بدنا عجقة، نختار هدول القلوب. ما رضيت بل، بل شكلها زعلانة منا اليوم واحنا زعلانين منها مش عارفة. رح اخذ هاي الزينة اللي طلعت لنا من البوكسز واخبيها عنا بالانفنتوري، يمكن يجي وقت نستعملها، يمكن يجي وقت انه نضطر نبيعها عشان يصير معنا فلوس ما بنعرف. خليها ترجع تحاول تزين البيت الفاضي. ما بعرف ايش المشكلة، هل هذا بق ولا في بنت اجت عنا؟ اهلا وسهلا كيف حالك نورتي. معلش اسفين احنا عم نعتني في الحديقة وبيتنا فيه ارنب غبرة وعليه غبرة ايه والحمام خربان والارض بدها مسح. معلش حقك علينا والله. خلينا ناخذ تنسيقات الورود كمان ونحطها في الطاولة تبعت البيع، ونعمل بريد للضفادع اللي عنا ونحاول نبيع واحد من الضفادع اللي عنا. صار معنا 1005 سيمونيونز، حلوين ممتازين. بعدين خلي بل تروح تحاول انه ممكن عشان في عنا ضيفة نزيد بعض الاثاث عنا ونحاول نرتب البيت شوي عشان عيب يعني الضيوف يشوفوا هيك البيت. حطيت هاي الكاونتر عشان نقدر نعمل مثلا سلطة، نقدر نعمل اكلات بسيطة بدل ما انه نروح ناكل بالبار لما نعزف. ما حبيت اصرف كل الفلوس اللي معي. رح اخلي اول اشي بيل ترتب البيت وتنظفه وبعدين بنشوف موضوع الرينوفيشن تبع البيت. برضو الزينة رح احاول معها كمان مرة، رح اختار زينة تانية يمكن المشكلة في الشكل تبع القلوب مثلا او مش عارفة في اشي. ما في زينة، وين الزينة؟ اوكي البنت ما عجبها بيتنا وربوحت. اكيد معك حق، حتى لو انا مكانك رح اعمل نفس الاشي على فكرة. كتير في غبرة لانه هاي. هلا صرنا نقدر نعمل اكلات ولو بسيطة بس يعني في تطور. ورح نرجع نعمل كمان تنسيقات ورود. رح اختار تنسيقة غالية بكونه معانا فلوس. اخترت التنسيقة اللي ب228 سيمولين. وبل مبسوطة بالبيت لأنه البيت فيه تريت الهومي. رح أشتري لها مكنسة لأن الغبرة زادت عن الحد، خايفة تمرض بل أو يصيبها ربو أو تنخنق. مسكينة يا حرام. خليها تخلص تنسيق زهور وتنظف البيت. نضيف مزهرية للتنسيقة، كتير ألوانها حلوة، بنفسجي ما أزرق ما زهر بيبي بينك حلوة. خلينا نحطها كمان بالإنفنتوري وراح أحاول أبيع الشغلات اللي ما إلها داعي اللي موجودة عندي. نعمل بريد للضفادع ونبيع واحد من الضفادع. نبيع مين؟ نبيع الضفادع اللي ما إلهم داعي.
صار معنا 663 سيموليون بس بل مسكينة دايخة من كتر ما عملت تنسيقات زهور داخت، والسوشيال عندها عم بنزل والإنرجي عندها عم تنزل. يا يعني صحون وسخين عند الوردة ليه؟ لماذا يا بل لماذا؟ طيب خلينا بما انه معنا شوية فلوس نحط لها الأرضية، نحط لها أرضيات، نحط لها دهان على الحيطان، نحاول نحسن معيشتها مسكينة، بركي بطلت دايخة. وهيها عم بتحاول هي تشيل الغبرة اللي في البيت، خلت الحيطة صفرة بس لقدام رح نخليها لونها أبيض مثلا، أو wallpaper هيك فيه حركة بسيطة. خليها تنام ونشيك على السوشيال باني. لا ما في، ما سمحوا لنا نشوف السوشيال باني. وبعدها داي خبل. طيب أخذنا لايف ستايل جديدة غير الاندورزي، وأخذنا كمان 217 سيموليون من الموسيقى اللي ألفناها. ممتاز، والدنيا عم بتشتي، المفروض انها بل تكون مبسوطة في المطر. خلينا نعتني في الحديقة شو بصير معها. اه رجعت لقلنا بالغبرة، اتقل دمك. عم نشيل الويد و خلينا نشيل الاكل الخربان من البيت لانه في كتير عنا صحون وكاسات لازم نتخلص منها. اه رجعت فرحت بل، الحمد لله بطلت دايخة. في عنا هناك روزز ما احلاهم، خلينا نقطفهم ونزرعهم، شو رأيكم؟ ايش بدك انت؟ ليش كلكم تسألون عن حياتكم؟ شو اللي بدك اياه؟ طيب كونها بل كتير دايخة، ايش بدك انت؟ اه والله شكرا. ايش بهمك اصلا اذا احنا اصدقاء مع كاندي ولا لا؟ اجا يا الله شوك. وين احنا؟ مش في البيت نلعب رياضة عشان نخفف الاسترس، وبعد ما احنا نفرغ الاسترس لجواتنا. اوه بل كيوت، راحت تفرغ الاسترس وجوك وين بيجي يستفزها. طيب اخذنا الروزز اللي موجودين هناك وراح نخلي بل تاكل لانها جات مسكينة وتعتني في حالها شوي، تعتني في النيدز تبعتها. بعدين نروح نزرع الورود. عنا 3 وردات لونهم احمر، خلينا نزرعهم. اوه ما كملت الاكل اللي عم تعملها، كانت عم تعمل شيبس اند صلصة. أخذنا الوردات حطيناهم في المكان تبع الزراعة عشان يكون أرتب، عشان ما نخرب الترتيب تبع الحديقة. أنا بالغبرة، أنت مثل جوكوين ما عندك دم. خلصت بالأكل وزعلت لأنه يوم الحب ما عملت إشي، ما زينت، ما اشترت ورد حتى. بس بل زرعنا ورد. نامت بل وهي زعلانة ومسكينة جوعانة والسوشيال عندها نازل. خليها تعتني في احتياجاتها. واخذنا 447 سيموليون من الموسيقى اللي ألفناها. ونشوف السوشيال باني شوي، نعطي اصدقائنا ردود افعال، نحكي معاهم عشان يصير في عنا اصدقاء كتير، لانه بل بتحب تكون صاحبة مع الكل، بتحب الكل، بتحب تكون لطيفة مع الكل. اهلا وسهلا، ما في عنا ضيفة، تفضلي تفضلي بس بدون ما تزعلي منا لانه عنا ارنب غبرة زنخين مو راضين يروحوا. كيف حالك؟ بعد ما نخلص اكل خلينا نروح نعمل موسيقى جديدة، بما ان الموسيقى كل شوي عم تعطينا فلوس اكتر. بديناها باربعة وتسعين وصارت بالاربعميات، ف كتير اشي حلو. خلينا نكمل عزف. وبل اصلا بتنبسط هون، الاجواء هون بتعجبها، الناس هون لطيفين،
شايفين احسنهم لسه هلا دخلنا صار يعطونا تبس احسنكم. شكرا لكم ما اللي بتحكي لكم. شكرا لكم. شكرا. ايش بدك؟ على فكرة عن جد انك انت يعني وقح. وقلنا شيلوا باب بيتكم احنا ما حدا بده يشوفكم بردك. ولو اجا يعطيني تب ما بدي التب تبعتك خدها. قلت انك مش طبيعي. او يمكن انا عم بشخصن المواضيع ما بعرف بس انا ما حسيت انه حتى لو مزح هذا مش مزح لطيف. هاي بل زعلانة كمان. بعرف انه جوكوين سيء جدا. ايش بدك؟ بحكي لنا انه صار احنا اصدقاء بس انا معجب فيكي. اوف بس اول مرة اشوف واحد لانه معجب بحدا بكون كتير معه سيء. اوكي سمينا الموسيقى الجديدة ليلى حزينة لانه بل كتير حزينة كتير. جوكوين اسلوبه كتير مش مؤدب بالكلام ومش لبق وما بعرف يتعامل مع البنات. شو هالدفاشي هاي؟ خلينا نحكي مع الناس حوالينا نحكي لهم كيف حالكم ان شاء الله يومكم احلى من يومنا. المكان هنا حلو هيك. اذا حبوا يسألون عن الموسيقى كيف تعلمنا انا ما عندي فكرة لازم نسأل بالكمان اني ما بعرف اعزف. انت بتغني ولا بتصرخ؟ مناء كارثة. بلا عم تحكي معهم و صار عندها هيك ثقة في حالها لأنها عم تحكي معهم عن الموسيقى ومبسوطة. كيفك كاندي؟ شو أخبارك؟ جوكوين إيش تعمل هون؟ خلينا نحكي شوي مع جوكوين. ونعطي جوكوين هدية بركي صار محترم شوي يعني. لو كنا احنا نايس ممكن هو يستحي على حاله ويصير نايس. ابنه هاي مشهورة مشاعر ازرق بالكواز. تفضل جوكوين مع انك ما بتستاهل. عجبته الهدية مع انه اعطيناك العصير اللي بيخليك هابي اصلا. اعطاها وردة. شكرا. خلاص هاي الوردة احنا بنزرعها عشان ما تذبل عشان تضلها ذكرى حلوة انه جوكوين كان لطيف ولولا ثانيتين. خلينا نحكي مع جوكوين نحكي مع كاندي ونخلي السوشيال عند بل عالي. جوكوين بحكي انه انا دايما رح اكون موجود عشان تحتشتيني او هيك. وجاكوين وبيل صاروا بيست فريندز. الحمد لله ان شاء الله تبطل بس رود وتصير هيك انسان كويس ومحترم. يعني فرصتك الاخيرة ما بلنسكين. قديش اعطتك فرص؟ يعني حدا تاني مستحيل يعطي هيك فرص. خلصنا الأغنية أو الموسيقى بس ما رضيوا إنه نوديها على الميل يمكن لأنه في عنا قبليها موسيقى تانية. خلينا نستنى مش مشكلة. بل صحيت من النوم جوعانة ومعصبة من الغبرة وعم تاكل. مهارتنا بالطبخ صارت ليفل 3 يعني إشي حلو. حطينا النباتات تبعونا بس للأسف في نباتات معفنين. معقولي خلونا نبيعهم؟ طيب خلينا نجرب إنه نبيعهم. تعالوا اشتروا نباتات للأسف خربانين. بس أنا ما كنت أعرف إن النباتات بتخرب عنا بالإنفنتوري. حقكم علي. ما حدا رح يرضى يشتري. طلعوني غلطانة بس حلو حلو ممتاز. على الأقل إنه جهدنا ما راح على الفاضي. بنت تروح الحمام.
انت لا هيك هيك يعني، استنى شوي، انت معجب في الكل؟ ايش قلبك رمانة؟ ايش فيه؟ عن جد عصبني جاكوين، لازم اعطيه الوردة الخربانة هاي اله. مو طبيعي هذا السم، مو طبيعي، جد مو طبيعي، عصبني. طيب خلينا نكمل بيع الورود الخربانة اللي عندنا. حسمي هذا الوردات جاكوين. هلا سيميون، كيف حالك؟ خلي بالي تروح الحمام اول، بعدين ترجع تبيعهم عشان ما نفتح حدا من الناس. يلا اشتروهم عشان نعمل غيرهم، أما لأنهم خربانين على الأغلب فما عم بيعطونا أسعار منيحة. خلصنا اليارد سيل، خلصنا اليارد سيل، و خلينا نعطي نيف بل شوي. الهند الناس عندنا صارت ليفل 2 لأنه عم نصلح الحمام وننظفه وبنعتني فيه، و كمان بل بتحب الهند الناس. حلو، لازم نتفق مع أرنب الغبرة يجي مرة واحدة بالأسبوع مش كل ساعة. بل تركت كل شي وراحت تعتني في حديقتها. صراحة أنا ما كنت متوقعة إنه بل اللي راح أعمل الكاركتر تبعتها فيها كتير من صفات بل اللي بالفيلم. هاي الوردة اللي أعطانا إياها مستر جاكوين، خلينا نزرعها. وخلينا نبيع كمان هدول الضفادع، صار معنا فلوس كتير كويسة، يعني بنقدر انه نظبط بيتنا و حتى بنقدر نكبر بيتنا او حديقتنا مش عارفة. يا هاي يا هاي، هل بلتاتني في الحديقة هلا؟ اجت البلز تبعتنا مش مشكلة، وكمان دفعوا لنا عشان الموسيقى تبعتنا كمان. مين انت؟ بدينا نروح على كلوب كأنه، فقلت له لا. ايش بدك؟ لا يا حرام، الديت ما زبط مع مستر جاكوين، نزلت كتير انا شايفها زعلنا، بس مش عشانك، عشان احنا وحيدين. طيب خلينا نظبط البيت تبع بل ونظبط الحديقة. حابة انه اعمل مدخل من البيت نفسه بودع الحديقة، وبنفس الوقت هيك بورجي الحديقة، بنطلع الحديقة وبودينا لإلها. وحابة لقدام انه تصير الحديقة هاي حديقة مسكرة مقززة، بس مش بأزاز شفاف، بأزاز عليه نقشة. احكوا لي اذا في عندكم اقتراحات او فيجن معينة لبيت بل. هاي المكتبة كتير كنت حابة استعملها، لانه اول ما شفتها اصلا تذكرت بل، خصوصي من السلم، لانه بل في الها صور بالفيلم انه طلع على السلم بطول الكتاب. عملت الممر المدخل اللي ودي على الحديقة، وعم بفكر اسكر الحديقة كمان عشان انه ما يجي عليها حدا من برا، بس نكون احنا قادرين نوصل للحديقة. بس ما بدي اخلص كل الفلوس عشان نقدر نعمل تنسيقات ورود. بل مبسوطة انه بيتها صار كبير حلو، هو مش حلو يعني، اصلا انا نسيت باب، فخليني احط الباب وارجع. حطيت لها الباب، ما في عنا كتير شبابيك صراحة، يعني ما مبين انه في عنا ورا حديقة، بس عشان ما نطبش البادجت. بس ان شاء الله في الفيديو الجاي نحاول نجمع كمان فلوس ونظبط بيتنا. بل عم تعتني في البيت لانه كله غبرة. واجت عندنا كاندي، اهلا وسهلا كاندي، كيف حالك؟ تفضلي. صار بيتنا كبير شوي، بس لو قدرنا نشتري تخت تاني نقدر نعمل مثلا سهرة بنات، نعمل موفي نايت مثلا. زدت هيك شوية لوكس لبيل عشان حاسة ان الجو عم ببرد، فحابة ان يكون في عندها كذا لبسة. لهوني اصدقائي بكون خلص فيديو اليوم، يارب تكونوا حبيتوه، تكون انبسطتوا. اذا في عندكم اي افكار اقتراحات او شغلات جديدة حابين نجربها مع بعض اكتبوا لي اياها.
اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. الى اللقاء يا اصدقائي.